تعد شؤون الجمارك أحد أهم الخطوط الفاعلة في الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية من خلال توظيف التقنيات الحديثة لحماية الحدود وتطوير القدرات الجمركية وتيسير حركة السفر والتجارة وحماية المجتمع بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. ضمن الجهود المبذولة والعمل على توظيف التقنيات الحديثة في حماية الحدود وتطوير القدرات الجمركية وتيسير حركة السفر والتجارة وحماية المجتمع، تنفذ شؤون الجمارك خطة تطويرية من خلال الأجهزة والتقنيات المتطورة والتي يتم تشغيلها في جميع منافذ المملكة، وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية للمنظومة والإجراءات الأمنية والجمركية. تتميز هذه الأجهزة ذات الطاقة العالية بقوة الاختراق ودقة صورها في تحديد الأجسام وكشفها للإشعاعات الضارة، وتوفر خاصية الذكاء الاصطناعي وبرامج تحليل ذكي يتم من خلاله ربط عدة أنظمة لتوفير المعلومات المستندية وتوجيهات إدارة المخاطر مع صور المسح، وتم إضافة أجهزة متنقلة لإسناد المنافذ الجمركية والفعاليات الخاصة مثل المعارض الدولية وسباقات حلبة البحرين، وتم توفير أجهزة يدوية متعددة مساعدة المفتشين في المنافذ الجمركية، ولضمان استمرارية التطور التقني تم تشكيل فريق مختص من ضباط الجمارك أصحاب الخبرات للبحث والاستطلاع عن أحدث التقنيات المساعدة للتفتيش، وذلك عن طريق المنظمات الدولية والشركات المصنعة وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة. وتتسم هذه الأجهزة المتنوعة بالدقة والسرعة في تنفيذ عملية المسح بأحدث تقنيات تحليل الصور التي تساعد ضباط الجمارك في الكشف عن البضائع المخبأة والمهربة، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث الأجهزة التقنية والتكنولوجية المحمولة للتعرف على المواد الخطرة، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية ويعزز من موقع البحرين اللوجستي، حيث جرى تدريب طاقم عمل من كوادر شبابية بحرينية متخصصة في العمل الجمركي والأمني على تشغيل العديد من الأجهزة المتطورة. وفرت شؤون الجمارك أجهزة وتقنيات جمركية مستحدثة وحديثة تقوم بالإسناد المنافذ الجمركية، وتتمحور الأجهزة على 4 أجهزة متنقلة وأجهزة رصد الإشعاع والمواد المشعة وأجهزة حديثة تساعد على الكشف على المواد المخدرة، من إضافة إلى أجهزة ومناظير تساعد في الكشف على المواد المخبأة داخل الأماكن التي يصعب الوصول إليها. تم تأهيل مدربين مختصين في التدريب على أجهزة الدعم التقني وتوفير برامج تدريبية تواكب أنظمة المسح الخاصة للبضائع اللي وفرتها شؤون الجمارك، مثل نظام المحاكاة لأجهزة المسح الشاحنات والحاويات بوحدات الأشعة اللي يساعد في استدامة تطوير وتدريب الموظفين عن طريق التدريب الذاتي المبني على قاعدة بيانية لصور ضبطيات ومخالفات سابقة. وتأتي هذه النقلة النوعية في العمل الجمركي في إطار استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2021-2024، وما تتضمنه من أهداف استراتيجية تتمثل في موائمة الخطط لبرامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وتعزيز العمل الجمركي وبناء القدرات في مواجهة التحديات.